يعني وقعت عملية تشبيك كبرى وشرك أبنائنا التلاميذ في هذا الموضوع، موضوع العنف. المعهد هذا أسس عام 1985. هنا برسك خير، كل شيء عجبتني هنا القراية، وإن شاء الله سنة ننجح وربي سهل لي. اليوم سعيدين جدا بأنه نستضيفوا مجموعة الفرق اللي تألقت على المستوى الوطني في الرياضة المدرسية. لازم نربط بين ما هو من كل هو تعليمي وهو رياضي. نحن استقبلنا اليوم هؤلاء التلاميذ الأبناء ضيوف عنا في مدرستنا، مرحبا بهم. أتمنى إن شاء الله العام الجاي الدورة القادمة تكون تحت إشراف السيد الوزير وزارة التربية. مكابل كامل تراب الجمهورية ينظموا رحلات ويجوا لي سبيسيال بالذمر راس مطعم التمساح.